تنضم إلينا سيدة نعيمة معبد صاحبة مقهى مياو كافيه من غزة. صباح الخير. يا صباح الخير، وطمنينا ربحت بالتحدي الطفلة ولا لا؟ صباح الورد، واهلا وسهلا فيكم من غزة. ربحت بالتحدي. يعني انا انبسطت وانا بتفرج عليهم. محلاكي. حلوة بصراحة، كثير حلوة الفكرة. هل حضرتك فعلا مهتمة بالقطط؟ عندك قطط بالبيت بتربيهم؟ وكيف هيك اجت الفكرة وفتحتي هيدا المقهى؟ انا عندي قطط صغيرة، قطط كثيرة من وانا صغيرة، يعني من وانا طفلة وانا بربي قطط. زي هذاك الولد اللي بحكي انه من وانا ثلاث سنين، من وانا ثلاث سنين وانا بربي قطط وبهتم فيهم، واشتغلت وتعلمت وتزوجت وخلفت وانا عندي بسس في البيت. فحبي لهم يعني قديم متجدد. كانوا مسميني في كل مكان بشتغل فيه او بدرس فيه ام هريره، من كثر ما انا ام هريره الشارع. بسس الشارع وبسس اللي حوالين الشغل، وما بطلعش من شغل الا بكونوا الناس اللي بالشغل هذا اتعودوا ان هم حتى بعد ما انا اطلع واخلص من هذا المشروع ان هم بضلهم يحطوا اكل وميه للبسس الموجوده بالشارع. كثير حلو هذا الشيء والاهتمام. انا بحبهم وبخلوني مبسوطه حتى وانا بتفرج يعني على الفيديو اللي انتم عاملينه، وحسيت ان انا مبسوطه انه الناس مبسوطه فيه. فكانت هذه هي اساس الفكره، انه طالما هم بيشعروني بالسعاده وبخففوا عني اعباء الحياه وبخففوا التوتر والضغط اللي احنا بنعيش فيه في غزه، في وضعها اللي الكل عارفه تحت الحصار والحروب والبطاله. يمكن هي من انتقادات اللي وجهت لك انه يعني نحن عندنا يعني مشاكل تكفي، ليش حتى تروحي تفتحي مشروعك وتحطي فيه قطط وتهتمي بالقطط والناس؟ لكن هذا الاصرار اليوم بمشروعك خلى العالم فعلا تحب هذا المشروع وتقصد تجي تشرب مشروبها الخاص بالكافيه الخاص فيك، وايضا اطفالها تلعب او حتى الكبار محبي القطط. صحيح، هو كان الانتقاد الأكبر أنه إحنا لدينا ما يكفي من المشاكل في غزة، لدينا ما يكفي من الاكتئاب، خلينا نضلنا نحزن ونلطم. لا، أنا بدعم المشروع يخلينا ننسى هذا الحزن والألم المستمر اللي إحنا عايشين فيه، نطلع من ضغوطات الحياة، نلاقي مكان يرفه عنا. في كثير أماكن في غزة، في كثير كافيات، في كثير أماكن بتجنن على البحر، لكن هذا المكان اللي بيميزه انه الفكره الجديده، يعني اللعب مع القطط بخليك تنبسط وتفرح وتضحك وتكون على سجيتك. قد ايه صار لك سيده نعيمه فاتحه المشروع؟ شهر اليوم بالضبط، صار لي شهر. لسه جديدة. مشروع جديد. لسه جديد. هو فكره قديمه يعني. انا من سنين وانا بحاول ان انا الاقي مكان وفكره وإشي، بس كنت مشغوله لانه كنت بداوم وطول النهار بكون الدوام. فلما فتح مشروع مشابه في الاردن وعندكم في سوريا كمان مشروع، بس يختلف الكونتكست انه هو شيلتر، بقول لك يعني لسه وضع سوريا اصعب من وضعنا. لا، خلى هذا الإشي خليني اقدم على الفكره واشتغل عليها واحط اول حجر اساس في هذا المكان. هلا هو الحمد لله هو اساس الفكره انه يعني حضرتك جايبه قطط وحاطي لها ركن ضمن المقهى. طيب هل يسمح باصطحاب القطط؟ يعني مثلا اذا حدا عنده قطه ببيته وحابب يجيبها مشوره مثلا او يلعبها مع القطط الثانيه، ممكن هذا الشيء؟ ما بزبط، هو يعني عادي بس ما بزبط. يعني احنا عشان بنربي القطط عارفين انه ما بزبط انك بس يعني انا عندي قطط في البيت ما اقدر اخذها على المكان لانه هي مش حتنسجم مع الناس ولا مع القطط الاخرى، حيصير طوش فاكل بينهم، ويعني حيصير ممكن اعرض الزباين للخطر. يعني ممكن قطتي او قطته تعرض للخطر لانه يعني ممكن يكون فيها جراثيم، فيروس، اي شيء واحنا مش عارفين ينتقلوا لبعض. فانا قطتي عارفاهم، في طبيب بتابعهم، ماخذين تطعيمات، عارفه ايش متعودين على الجو ايضا، يعني متعودين على الناس وعلى اللعب، ومثل مثلا قطط البيت خاص متعودين على صاحب البيت. يعني مثل ما بنعرف يمكن في كثير اطفال اللي بيجوا على هذا المقهى حتى يلعبوا مع القطط، وممكن يعني يطعمون كثير شوكولا للقطط او شغلات بيخطروا على البال. قد ايه انت قادره انك تعملوا كنترول مع الاطفال اثناء لعبهم مع القطط حتى يكونوا اثنيناتهم حالة جيدة؟
في على صفحة الانستغرام والفيسبوك في تعليمات للتعامل مع القطط في داخل زاوية القطط في المقهى، وكمان التعليمات هذه مطبوعة ومحطوطة في المكان، وزاوية القطط فيها صبايا بيهتموا زي طول عمرهم سبوا قطط وكانوا بيشتغلوا عند دكتور بيطري وعارفين ايش اللي بينفع وما بينفع في التعامل مع القطط، وبيشتغلوا في الزاويه شفتات، وقبل ما يفوت اي طفل او كبير او صغير بيعطوه التعليمات للدخول للزاويه بحيث انه هو لازم يعقم ايديه بالكحول عشان احنا فينا فيروسات ممكن تنتقل للقطط. نلبس فوت كفر في غطاء للقدم فوق الشوز لانه برضه بدناش ننقل ميكروبات لهم، وفي الألعاب اللي موجودة وفي المكافآت اللي موجودة والأكل اللي موجود عندنا في الزاوية، لكن إن هم يطعموهم شوكولاتة وإشي بتيجي البسة هي بتشم وبتحاول إنها تأكل، لكن إحنا طول الوقت في حدا بيعطي تعليمات وبيراقب الحركة جوا الزاوية. حلو. طب إذا بنحكي شوي عن الخدمات الأخرى، يعني المشاريب الثانية اللي ممكن تقدموها بالمقهى، هل في مشروب خاص مثلاً أو مشروبات عادية؟ في المشروبات الغربية الحديثة اللي هي يعني المشروبات الباردة الحديثة، اللاتيه، الآيس كافي، الموهيتو، العصائر، الميلك شيك، العصائر الطبيعية. يعني ما اشتغلتي على مشروب خاص فيك يكون عندك لمسة خاصة مثل ما هو في ركن خاص القطط، يكون مثلا عندك اسم مشروب تبتكريه أو تخلطي بين مشروب ومشروب حتسميه مثلا مياو كافي أو شيء خاص فيك، لمسة خاصة فيك عم تفكري بهالموضوع؟ جميلة، يعني فكرة جميلة. خلاص بالنص أنا قلت ما اقترحت عليكي. فكرة جميلة لسه فيها من في عنا بارمان شاطر اخترع عنا مشروب سماه سلاش حاج، فإحنا ممكن نخليه يغير اسمها لحاجة مرتبطة بالكافيه. تماما، يعني بيكون يعني نفس اسم الكافيه، فأتوقع بيكون يعني شيء حلو، يعني واحد بيقول إنه جاي على مياو كافيه وفي قطط فبدي أشرب هذا المشروب. مين أكثر فئة بتجي اليوم على الكافيه تبعك، رجال أكثر ولا النساء، الأطفال أكثر ولا الشباب، مين أكثر فئة بتجي؟ الصبايا والأطفال. الصبايا والأطفال ليه؟ الصبايا والأطفال هو أكثر فئتين مش موجود لهم مكان في غزة مخصوص لهم. يعني طبية بتحب تكون على راحتها، تقعد على الأرض، تمدد على الأرض، بتعبط البسة، بتتصور مع البسة، بتقعد على المرجيحة، بتصرخ، بتضحك بصوت عالي، بتنبسط. ما في مكان في غزة بخليها تطلع طاقاتها اللي موجودة جواها، لا في كافيه عادي بقعد أنا يعني بإتيكيت وبشرب قهوة تقليدياً. الأطفال نفس الإشي، الأماكن الموجودة تقليدية، مرجيح، زحليق، ألعاب أطفال، لكن ما في مكان برضو يعني زي ما حكى لك الطفل هذا أجمل مكان في العالم وأحلى مكان وأنا كثير سعيد. ما بقدرش الطفل بعد ما يطلع من الأماكن الثانية ينقل لك نفس الصورة، يقول لك أنا كثير سعيد في هذا المكان، لانه سبحان الله التعامل مع الحيوانات كلها مش بس خاصة محبي القطط. بس في ناس على فكره ما بتحب القطط ابدا، يعني اعتقد ما راح يمروا من جنب الكافيه. بيجوا وبيراقبوا، وفي ناس تجاوزوا حاجز الخوف وبقولوا انا عمريش مسكت لسه وبدي امسكها. بنساعدهم كيف يحملوا البسة وبكونوا يرجفوا أول ما يحطوا إيدهم عليها. تمام، أنت كثير بتخاف. بصيروا يحبوها بصيروا ييجوا. حلو. طيب ختاما، هلا ببداية أي مشروع بيكون دائما في أفكار مختلطة وما عم نعرف كيف نركز المشروع. شو الخطوة الجاية؟ شو حابة تطوري لسه؟ هو في تطوير على نفس المشروع انه نأمن، تعرف في غزة في كثير مشاكل في الكهرباء وفي الانترنت، وهذا مكان صار حيوي جدا وصديق للزباين. فأنا بطور على المكان نفسه، بزيد أشياء جواه، بطور على الكافيه نفسه، على الكافيتيريا. يعني بدي أمن موضوع الكهرباء هذا اللي هو بيستنفذ كل طاقاتنا، انه عندنا الكهرباء غزة يعني تيجي 8 وبتقطع باقي النهار، فباقي النهار بيكون على مولدات كهربائية، فأنا بدي أأمن مصدر طاقة. غير هيك إنه في ناس في المحافظات الجنوبية والشمالية بيقولوا إحنا بدنا مكان، إنه المواصلات بعيدة علينا عن نيجي على مدينة غزة ونحضر المكان، ففي في الأفق
انه ان شاء الله يكون في فروع اخرى، وفلسطين نفسها في الضفه الغربيه وفي الداخل في ناس طلبوا انه ينفتح فرع للمكان. فالفكره انه لازم انا اثبت البراند نيم لنا في وزاره الاقتصاد، وهذه اجراءات تاخذ وقت طويل، وبعدين نفكر فتح يعني فروع ثانيه في فلسطين، ممكن في العالم، لانه في حدا مثلا في التشيك، في حدا في بريطانيا، في حدا في ولايه امريكيه تواصلوا معنا وبيحكوا انه يا ريت يكون في عندنا فرع زيه، لانه هذا خاصه كبار السن، انه هذا كثير بيساعد كبار السن على عدم الشعور بالوحده وتجاوز الاكتئاب. اكيد اكيد، حتى يعني بنشوف الاشخاص اللي يعني بيعتنوا بالقطط بالمنزل بيقولوا انه هن فعلا بينسوهم، بينسوا وحدتهم، ويعني حتى مثل المشروع اللي انت ذكرتيه، يعني انا مثلا لو طفلي مثلا بيحب القطط وما عم لاقي وقت اشرب فنجان قهوه على رواق، باخذه على الكافيه هو بيلعب مع القطط وانا يعني بقعد بشرب فنجان قهوه على رواق، فهي فعلا حل. يعطيك الف عافيه على هذا المشروع. نعيمه معبد صاحبه مقهى مياو كافيه، كنت معنا من غزه، حابه تضيفي شيء سريعا؟ تفضلي. هو كمان احنا بنطور فيه انه هو يستقبل طلاب وطالبات الجامعه، يجيبوا اللابتوب بتاعهم، يجيبوا كتبهم، ويجوا يدرسوا في المكان، هذا بيساعدهم على الاستيعاب والدراسه بشكل افضل كمان، لانه بيطلعوا طاقاتهم مع القطط، بعدين بروحوا بدرسوا اللي هم بدهم اياه، وللفريلانسر كمان بيوفر بيئه حلوه انهم يشتغلوا فيها. فان شاء الله يكون الفترات الجايه يعني مثمره اكثر من هيك، وبيضلوا يلاقي قبول من الناس. وشكرا كثير لكم على البرنامج. شكرا لك، شرفتينا. هلا، حياك الله.